أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في هاي الحلقة الاستثنائية، خلينا نحكي تمام في دردشة هيك بيني وبينكم. طبعا أنا بشكر الجميع على المتابعة معي والولاء للقناة تمام. الحمد لله احنا في قناتنا هاي حصدنا لغاية اليوم 112 ألف مشترك، حصدنا مشاهدات من كل أنحاء العالم ماشي. كان في اهتمام من بعض البلدان العربية وبعض البلدان الأجنبية تمام لقناتنا. الحمد لله وصلنا اللي كنا احنا بنطمح له، يعني هو احنا بنطمح له أكثر من هيك، لكن الحمد لله وصلنا لطموحنا تقريبا كبداية تمام. وصلنا 100 ألف مشترك الحمد لله رب العالمين بجهودكم يا اخوان، بمشاركاتكم، بولائكم للقناة وانتمائكم لها. طبعا راح نحكي اليوم شوية عن الأماكن اللي ممكن انه احنا بنستهدفها. خلينا نحكي عندنا في هاي القناة الحمد لله رب العالمين وصلنا اكثر من خلال 28 يوم هذول الماضيات اكثر من 1,500,000 مشاهدة تمام. خلال 28 يوم بس، ما نحكيش عن الفترة الماضية كاملة تمام. هنحكي عن مصادر الزيارة يا اخوان. عندنا مثلا على سبيل المثال منطقة جغرافية، يعني احنا وين المناطق الجغرافية اللي بتستهدفها القناة او كان فيها مشاهدات من القناة تمام. عندنا من الأردن، عندنا من الجزائر، طبعا الأردن في المركز الأول، الجزائر في المركز الثاني، المملكة العربية السعودية في المركز الثالث، تونس في المركز الرابع، فلسطين خامس، المغرب السادس، لبنان السابع، سوريا الثامن، فلسطين المحتلة الثامن، تركيا ومصر والعراق واليمن وفرنسا، ليبيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، الولايات المتحدة الأمريكية، عمان، إسبانيا، قطر، إيطاليا. احنا بنحكي عن المناطق اللي احنا الفيديوهات بتفرجوا على الفيديوهات تبعتنا تمام. المملكة المتحدة، السويد، هولندا، كندا، بلجيكا، السودان، اليونان، الهند، في ناس تفرج علينا من الهند يا اخوان، البحرين، استراليا، الصحراء الغربية، بعرفش وين الصحراء الغربية لكن الصحراء الغربية، النمسا، روسيا، سويسرا، قبرص، النرويج، البرازيل، باكستان والدنمارك وموريتانيا، أوكرانيا، بلغاريا، الصومال، الفلبين، أندونيسيا، ماليزيا وبولندا. هذول أهم مناطق جغرافية اللي بتابعوا القناة عندنا تمام. الأعمار اللي احنا بنحكي فيها عندنا، في ناس عندنا من 13 ل 17 سنة تمام، نسبة بسيطة جدا. من 18 ل 24 نسبة جيدة تمام. عندنا من 25 ل 34 هي النسبة الأعلى، من 25 ل 34 سنة تمام هي النسبة الأعلى، تليها النسبة الأقل منها بشوية من 35 ل 44 سنة تمام، تليها من 45 ل 54، من 55 ل 64 و 65 فما فوق في نسبة بسيطة تمام بيشاهدونا وبيعرفوا القناة، أو يعني خلينا نحكي بتعلموا من هاي القناة أو بيشوفوا القناة تبعتنا تمام. طبعا بالنسبة خلينا نحكي جنس المشاهد اللي هو ذكر أو أنثى. الذكر عندنا احنا 92% تمام، الأنثى هي 7.5% فقط لا غير. احنا استهدافنا للذكر أكثر من الأنثى تمام. عندنا شوفي كمان، يعني احنا بنحكي عن المناطق، اهم شيء احنا عندنا المناطق الجغرافيه اللي بنحكي عنها. المناطق الجغرافيه بهمنا انه احنا تقريبا يعني الاحصائيه ما اعطتنا اللي هم 25 تقريبا 25 بلد، منهم الاوروبي ومنهم العربي تمام. واستهدافنا بالدرجه الاولى من الاردن كان المركز الاول، ومن الجزائر المركز الثاني، المركز الرابع تونس، المملكة العربية السعودية المركز الثالث. طبعا احنا بدنا نهنيكم يا اخوان ونهني كل المتابعين الموجودين. احنا وصلنا 100 ألف مشترك اليوم. طبعا جابوا لنا الدرع يا اخوان تمام، الدرع الفضي. انا بتفرج على اليوتيوب
بتفرج على اليوتيوب كلهم بوصلهم الدرع مسكر، الا احنا بوصلنا مفجر مفجر تفجير يا اخوان. انا ما شفت كل الفيديوهات اللي شفتها كلهم كان يصابهم مسكر، الا احنا يعني فاتحينه بطريقه غريبه عجيبه يعني، تمام يعني باقيين مفلقينه تفلق مش فاتحينه مفجرينه، تمام. فاحنا اليوم وصلنا الحمد لله رب العالمين درع ال100,000 ماشي. خلينا نشوفه مع سوا ونشوف ايش شوف في جواته زي ما بسووا كلهم. هاي الاسفنجة اللي حكى عنها احمد مساد عشان استعملوها للجلي يا اخوان، تمام. هاي الاسفنجة تبعتها وصلنا الكتاب تبعهم باللغة العربية الفصحى ما شاء الله، تمام. وصلنا الكتاب تبعهم بحكي لنا: لقد نجحت للتو في تحقيق هدف يعجز الكثير من مشاهدي المحتوى على يوتيوب على عن تحقيقه، فقد جذبت 100,000 شخص للاشتراك في قناتك، ندرك ان اعداد المستخدمين الى اخره، تمام. وهنا بقول لك: نعلم ان عملك الشاق لا ينبع من رغبتك في الحصول على مكافآت، بل عن من دفاعك لانشاء مقاطع فيديو ومشاركتها ومن عثورك على جمهور يهتم بالمحتوى الذي تقدمه، ونحن نتطلع بشغف كبير الى اكتشاف ابداعاتك التاليه، وقد يكون الوصول الى عتبه المليون مشترك بعيد المنال في الوقت الراهن، ولكن اقرب مما تعتقد الى تحقيق الهدف، وسنقدم لك الدعم الشامل او الكامل مع فائق التقدير سوزان وجكوكيكيكي. اسمها شو هي؟ ها سوزان وجكوكيكيكي، هذا نسمي بنته وجكيكي، تمام. فمن سوزان ما نعرفش مين هي سوزان، لكن حياها الله نشكرها كثير، تمام. مع كرت صغير بقول لك اذا كان في خراب يعني في الدرع احكي معانا، تمام. الدرع هيو، تمام. هذا الدرع يا اخوان وصلنا هسه قبل شويه، طبعا وصلنا على الساعه 6، هو هذا هو، تمام. في هون كمان يعني بيقولوا لنا انه يعني المشاهدين اللي عندك هي فسفوس، هي كاتبين هون فسفوس، ابو علاء وفسفوس، مراد العقرباوي، مستر ياسو يسار، انهم شباب محترمين، تمام، وما شاء الله عليهم كويس. هي بعت لنا الكرت هذا بيقولوا لنا هذا الحكي، الشباب يعني خصوصا فسفوس، تمام. هاي الدرع يا اخوان، هاي في حاطين كمان معاه اشي هيك والله ما اعرف شو هو، هذا تبع رطوبة، هو تبع رطوبة، هذا تبع رطوبة هذا عشان ما ترطبش، تمام. هذا الدرع يا اخوان، هذا هو الدرع، نهني الجميع على الدرع يا اخوان، هذا هو زي ما احنا شايفينه ماشي. هون المغامر ايهاب الفوراني ماشي، فور باسينج ون اللي هو 100,000 سبسكرايبرز ماشي، وشعار اليوتيوب هذا هو الدرع هاي زي ما احنا شايفينه. بس مش مبين على الاضاءة، هذا هو الدرع شايفينه كيف، مغامر ايهاب الحوراني، والمشتركين العظيمين هنا كاتبين المشتركين العظيمين المحترمين جدا، تمام. وصول الدرع ان يعني بخلينا نشعر بفخر ماشي، لانه المشتركين اللي عندنا فعلا بخلونا نشعر بهذا الفخر. هاي حاطين هون كمان مكان للتعليق عشان نعلقه، ما اليوم بحطه هون انا الحين، تمام. فحاطين مكان للتعليق حياهم الله، لكن هذا هو الدرع الفضي اللي وصلنا يا اخوان، تمام. يعني احنا تعبنا معاكم ماشي، وانتم تعبتوا معانا، وصلنا ل100,000 مشترك، وصلنا للهدف اللي احنا بدنا اياه، والحمد لله اليوم القناه بتوصل لاقصى بقاع الارض، خلينا نحكي اقصى بقاع الارض ماشي، يعني هي الولايات المتحده الامريكيه واصل عندها لالمانيا، تمام، لاسبانيا ماشي، لبريطانيا، ايطاليا، تمام، فرنسا، كويس. فاشي كويس ان احنا نوصل للمرحله هاي، بنوصل انه احنا بنقدر يعني اهتمام بالقناة ومحتوى القناة بيوصل للبلاد الأوروبية ماشي، مع إنه ما بعرفش إذا فيها بحش ولا لا، لكن يعني منيحة. طبعا ألومنيوم هذا، تمام، وهذا مش فضة، طلع أنا فترة فضة قلت بنقطعه بنبيعه، لكن ما زبط، طلع مش فضة يا إخوان،
طلع مراي جواته، يعني هون في مراي جوا، هون في مراي، وهذا ألمنيوم أو الكابوند، هذا احنا بنسميه الكابوند، تمام. لكن حلو مرتب الحمد لله، وصلنا اللي احنا بدنا اياه، وبجهودكم يا اخوان وبتعبكم معانا ماشي، بنوصل كمان الدرع الذهبي ان شاء الله، راح نوصل الدرع الذهبي بجهودكم ودعمكم، ومهم جدا دعمكم، انه مهم جدا ان احنا نوصل لهي المرحله، تمام. احنا ما بندور شهره يا اخوان، ما بدنا نكون لا مشهورين ولا بدنا نكون شيء ثاني، احنا هي القناه قناه تعليميه، تمام. نستهدف فيها الاشخاص اللي هم المعترين، خلينا نحكي التعبانين ماكلين هوا، تمام. يعني احنا بنعطيهم شويه الامل، هذا اللي احنا بنحكي فيه هو شويه امل يا اخوان. وصلنا لمرحله انه يعني حكينا احنا قبل هالمره انه الامل فوق الارض انتهى، ان احنا نشتغل على الامل اللي تحت الارض ماشي، ان شاء الله احنا بنوصل لهالمرحله هاي، ان احنا نقدر نوصل للامل اللي تحت الارض، تمام. نشكر الجميع على الدعم، نشكركم جميعا جميعا انكم انتم وقفتوا معنا في المرحله الماضيه، وبدنا توقفوا معنا كمان في المرحله القادمه، تمام. من اللايكات، اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه، يفعل الجرس. ما وصلنا المرحله هاي غير بدعمكم معنا، شكرا لكم جميعا للمتابعه. خلينا اورجيكم الدرع كمان مره. هذا هو هاي القناة اللي انتم بتحترموها وبتعزوها، تمام. هاي هي القناة. اهلا وسهلا بكم.